استمعوا إلى هذه المناشدة المفجعة لعائلة غزية حاصرها الجيش الإسرائيلي في غزة. دخلوا على الدور وأعدموا الرجال، بالله عليك بس في إخوات إخوتي مصابة ومرت عمي وإمي وإيديهم مقطعين، بدنا إسعاف ذات، بالله عليك. شهود عيان قالوا إن الجيش الإسرائيلي حاصر المنزل بمن فيه من نساء وأطفال وأعدموا 15 رجلاً بالرصاص أمام أعين ذويهم، فيما حاولت العائلة الاستعانة بمنظمات دولية لإخراجهم من منزلهم المحاصر، خاصة مع وجود ضحايا بينهم وعدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إليهم. بالله عليك طخين طخين الشباب على الدرج وطخين مادمين الشباب كلهم، ما خلوش ولا شب في العمارة، والنسوان متصوبين في منهم المقطعين. الشهادات هذه تكررت في غزة لاقتحام الجيش الإسرائيلي منازل مدنيين غزيين وتفريق النساء عن الرجال واعتقالهم أو أخذهم إلى جهات غير معلومة، فيما ذكر غزيون أن مصير العشرات من ذويهم لا يزال مجهولاً.